مساء الخير. أهلا بك. هذه عبارة تخويف وترويع إلى الشعب، إلى الإيرانيين، سواء كانوا يعني داخل إيران أو خارج إيران، بأنهم يقولون لهم نحن هنا نعدم كل من يحاول الخروج والإدلاء بصوته أو الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان. هذه الأشياء ليس غريبة على النظام الملالي، النظام الإيراني، يعني هو داخل تعمل الترهيب والتخويف. والآن كما نشاهد أيضا هي حالات الإعدام، هذا أيضا حصل في السنوات السابقة أو في الأشهر الماضية، عندما تم أيضا إعدام أحد الرياضيين الأولمبيين. ولكن للأسف المجتمع الدولي لم يأخذ هذه الأمور على محمل الجد. والآن أعتقد أنه حتى الأوروبيين يعني قد أفاقوا من الغيبوبة وقد أيقنوا بأن النظام الإيراني هو نظام قمعي وهو نظام ديكتاتور. طيب أستاذ مصطفى، تحدث أنها رسائل للتخويف، لكن هنا نسأل لماذا لجأ يعني هنا السلطات الإيرانية لماذا لجأت إلى الإعدام، حالات الإعدام؟ هل يعني يفسر ذلك بأنها عجزت عن قمع الاحتجاجات ورفعت، ربما تكون آخر ورقة لديها ورقة قمعية نتحدث هنا هي حالات الإعدام؟ هذا عبارة عن جبر، هذا عبارة عن أنه أيضا أنه التظاهرات التي خرجت أثبتت انتصارها وأثبتت قوتها، لأن هذا الرد الفعل الذي حصل من الجانب الإيراني هو ليس إنها عبارة عن عاجزة عن قتل هذه التظاهرات حول لعب بهذه الورقة، ورقة التخويف والترويع إلى لكن هذا سوف يفشل بها النظام الإيراني، لأن حاليا الإيرانيين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج الجميع متكاتفين، خصوصا أيضا الأكراد الموجودين أيضا لديهم مواقف جدا قوية في أوروبا وأيضا في العالم أجمع. ولا أعتقد أن هذه المرة يعني هذه التظاهرات سوف تكون يعني قصيرة المدى أو سوف لم تأتي بنتائج، على عكس من ذلك حتى نحن لدينا جانب السياسي وعلى أيضا على أجندتنا السياسية من الآن حتى العام القادم سوف تكون لنا وقفات تضامنية، سوف تكون لنا عقوبات، سوف يكون لنا أيضا تضامن مع الإيرانيين في الداخل، لأننا نريد الآن تغيير أيضا مساعدة المتظاهرين لتغيير النظام الإيراني داخل إيران. أفهم من حديثك أستاذ مصطفى أن الشارع الإيراني اليوم لم يعد يخشى هكذا حالات إعدام، وأن هذه الحالات الإعدام اليوم ربما تزيد من زخم الاحتجاجات؟ بأن الحيرة صراحة، أيضا أنا شاركت بالتظاهرات مع الأصدقاء والإخوان الإيرانيين في برلين وفي أماكن عديدة. ما شاهدته صراحة، الآن نتكلم عن أجيال، تقريبا 3 أجيال، نحن أيضا أنا خرجت من العراق من قبل 30 سنة، لكن النظام الإيراني الذي هو للأسف مسيطر على العديد من الدول، منها العراق، منها سوريا، منها لبنان، الآن أعتقد وما شاهدته وما لاحظته عن قرب وعن كثب أن الإيرانيين الآن قد سأموا من الانتظار، يريدون الآن فعلا أن يكون هناك تغيير. وأيضا هم يحاولون بكل قوة وبكل إصرار أيضا الضغط على السياسة الأوروبية بكشف الحقائق، لأن هذا النظام الإيراني هو نظام ديكتاتوري ويجب أيضا لا تعامل معه. أنا ما شاهدته أعيد وأكرر من خلال يعني مشاركتي في العديد من التظاهرات، الإيرانيين اليوم يعني فعلا يؤكدون وجودهم، وهم لا أعتقد أنهم سوف يتنازلون عن التغيير أبدا. أستاذ مصطفى، كيف تقيمون موقف الدول الأوروبية والغربية التي تقتصر على التنديد بقمع السلطات الإيرانية أو حتى بحالات الإعدام؟ يعني حتى منظمة حقوق الإنسان في إيران اليوم تطالب بأن يكون رد الدول الأوروبية والغربية رد فعل قوي. ما الذي يمكن أن تقدم عليه الدول الأوروبية أكثر من شعارات التنديد؟ طبعا أنا لينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، ونحن أيضا في المعارضة، لكن أيضا ندعمها. لماذا ندعمها؟ لأن لديها مواقف جدا قوية وصريحة، وهذه المرة تقريبا حتى مع هذه الحكومة الجديدة الكل هنا تكاتف، المعارضة والحكومة، بأن تكون هناك عقوبات، بأن يكون هناك أشياء يعني تقريبا واضحة، ليس فقط تنديد وليس فقط عبارة عن شعارات، وإنما تكون هناك أشياء ملموسة. وإذا ما عملته في جنيف قبل أسابيع، وإذا ما عملته في الاتحاد الأوروبي، وضغطها أيضا على لجنة الأمن وأيضا على المتحدة، بأن يكون هناك فعلا مواقف حادة. لكن تعرف الموضوع هنا لا يحتاج فقط وقفة الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا يحتاج دول أخرى أن تكون داعمة الموقف الأوروبي، لأن مثل ما تعرف إيران تدعمها روسيا، إيران تدعمها الصين، كوريا الشمالية والعديد من الدول، فيجب أن يكون هناك موقف دولي لوقف هذا القمع ووقف هذه الدكتاتورية من التنامي.
أشكرك جزيل الشكر من برلين مصطفى العمار، عضو مجلس أمناء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وخبير العلاقات الدولية.